حتى الآن تصل وتقترب، والكرة خطيرة، وإبرة إبرة إبرة في المكان، جول جول إبراهيموفيتش، هدف ثاني لميلان. يعود ميلان بالفعل في هذا التوقيت الصعب جدا من عمر المباراة، يعود ميلان ويعود بفضل الكبير إبراهيموفيتش. هدف ثاني لميلان، هدف ثاني لميلان. شوف الخطأ الكبير من كيار المدافع الدنماركي، تجد بعد ذلك المتابعة، والمتابعة على مرتين، يا سلام التقدم، وبعد ذلك من يطوله، من يطوله السويدي العملاق، من يطوله، ما طاله لا الهولندي ولا الدنماركي، السويدي هو اللي بالفعل طال الكرة الماضية وتابعها براسه في الشباك. يتقدم ميلان بهدفين لهدف واحد، وبالتالي تأتي الابتسامة على محيى سلطان.